السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تصريحات رئيس الفاف جمال بالماضي يفاجئ الجزائريين بقرار غير متوقع. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. طبعا رئيس الفاف مدد عقد جمال بالماضي ل 2026، حيث يكون هنا يحضر نسختين اثنين مونديال الثاني، ولكن جمال بالماضي طلب التأجيل بهذا الحديث، لم يعطي قرار بهذا الكلام، ولم يتم التوقيع بينهم نهائيا بخصوص هذا الكلام نهائيا. ولكن جمال بالماضي طلب من رئيس الاتحاد الجزائري أن يؤجل الكلام بهذا الموضوع، فالله أعلم. هل يا جمال بالماضي هل ستبقى ل 2026 أم أنت، أو بمعنى أنك لا تريد؟ نتمنى وضع اللايك والاشتراك في القناة، وننتظر آراءكم وتعليقاتكم على هذا الكلام.